أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: القولان في العود هل يترتب على كل قول منهما حكم منفصل لمن أخذ بأحدهما؟ لا يؤخذ برأي الظاهرية، يؤخذ بأن المراد العود المراد به العزم على الوطء، إذا عزم على وطئها. نعم، هذا هو الصحيح. منهم من يقول العود تكراره مرتين، ومنهم من يقول العود هو أن يطأها مرتين. كل هذه أقوال ما لا دليل عليها. نعم.